معنا رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق سيد حاكم الزاملي. أهلا بك سيد حاكم. ما الذي يجري في صالات الروليت والقمار؟ هل فعلا هنالك يعني تهريب ل يعني كبار رؤوس والعملة الصعبة ويعني الأموال خارج العراق؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني واقعا قاعات الروليت هي بدأت في العراق في فترة ماضية، لكن كانت تحدد بلوائح وقوانين وأن لا تستخدم أموال كبيرة كما هو الآن شائع في البلد. الآن لدينا كما بينت أكثر من 15 قاعة للروليت متوزعة بين الفنادق الدرجة الأولى كفندق شيراتون والمنصور ميليا وفلسطين ميريديان وبغداد وفنادق أخرى للدرجة الثانية والثالثة، وبعدين بدأت تنتشر بمحلات ومقاهي وبدأت تنتشر بشكل فظيع، وهي عملية غسيل الأموال. الحقيقة الهدف الأساسي هي عملية غسيل الأموال، تهريب الأموال العراقية العملة الصعبة. طيب سيد حاكم، يعني هنالك من يقول أن أصحاب هذه الصالات هم أقوى من الأجهزة الأمنية نفسها، خاصة في ظل استدعاء قوات من الحشد للمشاركة في عمليات الدهم. يعني بالتأكيد هذه ليست أقوى، لكن وأنا أعتقدهم فقاعات ليس أقوياء، لكن الرشاوة واستخدام المال والتغطية عليهم من قبل بعض الشخصيات التي تدعي ارتباطها بميليشيات وبفصائل مسلحة ويمتلكون الأموال ويستطيع أن يرشوا ويقدموا الرشاء إلى بعض الشخصيات المفسدة في البلد من أجهزة أمنية، من شخصيات سياسية، من شخصيات يعني نافذة بالبلد، لذلك استخدموا هذه الأموال وهي أموال طائلة وأموال كبيرة يحصلون عليها من خلال تجار النفط وكذلك تجار المخدرات وتجار الأسلحة وعصابات السرقات ومافيات الأراضي. كل هؤلاء هذه أموالهم يتم يعني الحصول على غسيل أموال وتحويلها إلى بلدان أخرى من أجل تبييض هذه الأموال. طيب، ومشتركة بها جهات كبيرة وهناك من يتستر وخصوصا بالأجهزة الأمنية الضباط، ونحن في وقتها أرسلنا كتب رسمية إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة وكذلك إلى وزير الداخلية والأمن الوطني والمخابرات، وتم تشكيل لجنة، وهذه اللجنة رفعت تقريرها للحكومة وهو بقلق هذه القاعات ومداهمة هؤلاء ومصادرة الأجهزة ومحاسبة كل من يعمل بهذا العمل دون أن يكون رقابة. لكن المؤسف أن لحد الآن لم تتخذ الحكومة أي إجراء سوى الإجراء الأخير الذي تم الاستنجاد بأمن الحشد مع الأمن الوطني مع بعض الأجهزة الأمنية وتم مداهمة بعض المقرات. طيب سيد حاكم، يعني هنالك أطراف اتهمت شخصيات بالحشد الشعبي بملكية هذه الصالات، يؤكدون ذلك بقولهم أن القوات الأمنية تخشى التصادم مع أصحاب تلك الصالات، ما جعلها تستعين بقوات الحشد لأنها قادرة على مواجهة أي مجموعة أو فصيل من الحشد. ما صحت هذه الأنباء أو ما صحت هذه الاتهامات؟ طبعا بعض الشخصيات تدعي ارتباطها بالحشد، وهو بالتأكيد اليوم يعني الادعاء وارد في أي جهة معينة، ولذلك تم الاستعانة بأمن الحشد لكي يتم مداهمة واحتقال أي شخص وإن كان يدعي ارتباطه بهيئة الحشد، ولذلك وجود هيئة يعني أمن الحشد مع القوى المداهمة كان جيد، ولذلك تم المداهمة وتحقيق الهدف بشكل إيجابي واحتقال شخصيات بارزة، وبالتأكيد سيتم احتقال شخصيات أخرى. هذه الروليت كما بينا هي تدار من شخصيات أجنبية فيها أتراك وفيها لبنانيين وقبارصة وأوكرانيين، وهذا يعني مبالغ ضخمة جدا. إيجار القاعات قد تصل إلى أكثر من مليونين دولار بالسنة، إيجار وبذخ وعمليات يعني فيز وإقامات تهلك أموال طائلة، معنى ذلك أنه أرباح هؤلاء كبيرة جدا. نعم، معنى ذلك أن هؤلاء يتعاملون مع شخصيات بارزة، هناك من يتستر عليهم من الأجهزة الأمنية، لذلك يجب أن توضع الحكومة حل وخصوصا وزارة الداخلية وأن تكون حازمة ولا تتساهل مع هؤلاء المفسدين الذين يدمرون الاقتصاد العراقي. وأيضا هنالك اتهامات طالت الأجهزة الأمنية كما ذكرت أنت الآن بتهريب الرؤوس الكبيرة
بعد حملة الدهم التي طالت الصالات، ما واقعية تلك المعلومات بصورة أدق ويعني بتفصيل أكثر سيد حاكم؟ بالتأكيد أجهزة الأمنية لم تكن أجهزة يعني بشكل صافي، هناك مخترق يعني بعض الأجهزة الأمنية مخترقة، هناك مفسدين، هناك عناصر غير منضبطة، هؤلاء يعني ممكن الوصول لهم من خلال الأموال والرشاوى، وبالنتيجة ممكن تسريب المعلومة عندما تكون هناك حملة مداهمة تسرب المعلومة إلى هؤلاء ويهربون، وكذلك عندما يتم إلقاء القبض على بعضهم يتم مساعدتهم وتهريبهم كما حدث في سجن القناة الذي تم تهريب تجار المخدرات في من هذا السجن. هذه عمليات التهريب هي ليست جديدة في العراق، سبقتها عمليات تهريب للإرهابيين من سجن بغريب والتاجي والموصل وصلاح الدين والأنبار، واستمرت اليوم العملية بقضية تجار المخدرات وكذلك من يمتلكون طالة الروليت وعصابات الخطف والابتزاز. عملية التهريب مستمرة طالما هناك مفسدين، طالما هناك عدم وجود مهنية في الأجهزة الأمنية، عدم وجود جهات قيادية يعني شجاعة تتصدى لهذه العصابات. نعم، السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق حاكم الزامي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.